في الحلقة السابقة تكلمت فضيلتك على أن الجهاد مستمر وعلى الليبيين حمل السلاح لحماية الثورة. بعض الناس يعقب ويسأل ما المقصود بهذا؟ هل كل من عنده سلاح يعني يحمل السلاح وهذا قد لا وكيف يستعمله يعني؟ وكيف يستعمله قد لا يحقق الأمن في نعم البلاد؟ صحيح. حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام كان له سياق، وينبغي كل كلام ألا ينزع عن سياقه، لأن بعد ذلك قد يؤدي إلى عكس الغرض. نعم. وذكرنا في الحلقة الماضية ما تتعرض له البلد من إقبال على فوضى وعدم استقرار، والناس لا يأمنون على أرواحهم ولا دمائهم ولا ممتلكاتهم، ولا هناك ناس يقطعون الطرق في الطرق العامة، الطريق الساحلي غير آمن، هناك مصادر ليبيا اللي هي ملك الليبيين جميعا الآن تستولي عليها عصابات، مجموعات محدودة تقدر بعشرات أو حتى ربما بمئات أو لا تصل إلى ذلك، وتنتزعها من الدولة ومن الشعب الليبي، والآن متربي عليها سواء في آبار النفط في الجنوب، حقل الفيل، وإلا في الشرق مواني التصدير. وهناك أيضا عمليات كانت مشينة جدا، اعتداء على سجون، تسريح مجرمين بالمئات وربما حتى بالألاف، بالإضافة إلى المجرمين السابقين الذين سرحوا ويسرحون في كل وقت، ومستشفيات تغلق أبوابها وناس غير آمنين وجاريات أجنبية وممرضين ودكاترة يشكون أمور الشكوى وأنهم سيتركون البلد. في هذا السياق، ووزارة الداخلية استقال وزيرها وأعلن عجزها، والحكومة أيضا أعلنت عجزها أنها تحمي، لأن أعطيت فرصة كبيرة جدا أنها ترجع ممتلكات الشعب الليبي للدولة، فهي تتفرج ولا تقدر وهي عاجزة. ففي هذا السياق قلنا على الليبيين الجهاد، عليهم أن يعلموا أن الجهاد لا يزال مستمرا، وأن عليهم أن يحملوا السلاح، يحملونه في نطاق القرارات الصادرة من الشرعية. فقد صدر قرار من المؤتمر الوطني العام من ممكن شهر مضى يكلف غرفة الثوار بحماية الأمن في المدن الليبية كلها. وهناك قرار أيضا صادر من رئاسة الأركان بتكليف الدروع أيضا الانتقال إلى الطريق الساحلي والفصل بين النزاع والقتال المسلح بين ورشفانة والزاوية. وصدر قرار أيضا من المؤتمر يحمل رقم 130 ويطلب القبض على أسماء مجرمين بأعيانهم ربما 100 أو 200، بحيث ينتهي الاعتداء وقطع الطرق للطريق الساحلي الذي يهم الليبيين جميعا. نعم. هذا شرعي الحياة. نعم. في هذا النطاق، ما دام الدولة الحكومة غير عاجزة، يجب على الليبيين أن يستجيبوا لهذه القرارات الصادمة من المؤتمر الوطني العام ومن رئاسة الأركان، يستجيبوا لهذا ويعلمون، وعليهم أن يعرفوا أن الجهاد لا يزال مستمرا، وعليهم أن يرجعوا إلى السلاح لينفذوا هذه القرارات تحت هذه القرارات، قرار رئيس الأركان وقرار المؤتمر الوطني العام، بحيث يفرضوا الأمن. ومعنى أنهم يعني الجهاد مستمر، معناه إذا قاموا بواجبهم تحت شرعية هذه القرارات، رئاسة الأركان ومؤتمر الشعب العام، المؤتمر الوطني العام، إذا يعني نفذوا هذه الأوامر، معناه هم في جهاد. عليهم أن يعلموا أنهم يحافظون على أمن الدولة، وعليهم أن يعلموا أنهم يحافظون على هيبة الدولة وشرعيتها وسيادتها، وهذا أمر يعد داخل ضمن الجهاد الذي يتابون عليه ويؤجرون عليه، وأن من مات منهم في أداء هذا الواجب نصرة لدين الله ونصرة للحق وقمعا للظلم وللباطل، فنرجو له الشهادة في سبيل الله. هذا هو الغرض، ولكن ليس الغرض أن
كل من عنده السلاح عليه أن يخرج ويستعمله، ولأن الناس أصبح كل من عنده السلاح ينسب نفسه للثورة يقول أنا نعم ثوري، نعم وهناك نعم نسبة كبيرة منهم هم يعني قطاع مسلحون، هم الطريق، الذين يقطعون نعم الطرق وهم صحيح، الذين يعني يتاجرون في السلاح وفي المخدرات وفي الحشيش وفي المسائل هذه والخمور، نعم وهم الذين يعني يفسدون البلد. فنريد نحدد هذا المعنى، تطبيق قرار المؤتمر الوطني العام وتطبيق أوامر رئاسة الأركان في الحفاظ على أمن الدولة من خلال غرفة الثوار من خلال الدروع، بحيث ترجع الأمور لنصابها ويصير هناك ردع لكل المجرمين الذين يريدون الآن أن يبثوا الفوضى في البلد. شيخنا